بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هنكمل مع بعض دراستنا في إنجيل القديس متى، إحنا في الإصحاح العاشر وخلصنا لحد آية 33. الحديث كله في الإصحاح العاشر زي ما شفنا يخص الوصايا للإرسالية بتاعت التلاميذ. قديس متى مجمعها لنا كلها في إصحاح واحد، والجزء الأخير اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن أنه ربنا بيهتم بولاده وبالتأكيد بالأكتر الخدام اللي بيخدموا اسمه وبيكرزوا بملكوته، بيهتم بيهم اهتمام يفوق الوصف، حتى أنه شعور رؤوسهم حتى كلها محصاة وما يخافوش أبدا. وفي الآخر ختم بأنه قال من يعترف بي قدام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن ينكرني قدام الناس أنكره أنا قدام أبي الذي في السماوات. واتكلمنا المرة اللي فاتت على أن الاعتراف مش بس بالكلام ولا بالإقرار كده، لكن بالسلوك. الاعتراف بكلام المسيح معناه أن أنا بحترم وصيته، بحبها، بقدرها، بمشي عليها، فسلوكي بيأكد ان انا يعني عندي هذا الايمان وبنفذ وصية الهي ومخلصي. والانكار هو ان انا اهمل الوصية. انكار الايمان هو ان انا ما عايش حسب وصية ربنا، ارمي وصية ربنا ورا ظهري وما عايش حسب المحبة، حسب المقاومة، حسب الحق زي ما الوصية بتقول. بعد كده الجزء من أول عدد 34 بقية كلام السيد المسيح في هذا الإصحاح. لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليب ويتبعني فلا يستحقني، ومن وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ، ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول لكم أنه لا يضيع أجره. هنا سيد المسيح بيفسر ليه هيبقى فيه اضطهاد علينا. ليه؟ دايما الظلمة بتكره النور، دايما الشر يكره الحق، ان الحق بيكشفه بيفضحه، النور بيكشف الظلمة. لكن زي ما السيد المسيح قال في يوحنا 3 ان اللي ماشي في الظلمة بيبغض النور، بيبغض النور لان اعماله شرير، والنور بيكشف الشر. عشان كده بيقول الاضطهاد ده كله نتيجة ايه؟ ان انا مش جاي القي سلاما على الارض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فان جئت لأفرق الانسان ضد ابيه والابن ضد امها والكنة ضد حماتها والاعداء الانسان اهل بيته. طبعا الكلام ده لو واحد بياخد كده المعنى السطحي على طول يقول ازاي؟ اذا كان هو ملك السلام، اذا كان هو قال ليس كما يعطي العالم أعطيكم، سلاما أترك لكم سلامي أنا أعطيكم، ده بيدينا سلام ومش أي سلام، ده سلام فائق ليس من هذا العالم، مستوى عالي جدا من السلام، يخلي الإنسان لا يتزعزع في الضيقات، ويخلي الإنسان مستقر مهما اضطربت الدنيا حواليه. طب ازاي بيقول هنا ما جئت لألقي سلاما؟ لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا.
الكلام بيوضح على طول بعدها في الآية اللي وراها إن هيبقى فيه فارق فاصل بين النور وبين الظلمة، بس ممكن في أسرة واحدة وفي عيلة واحدة ناس ماشية حسب وصية ربنا في النور وناس بتحب الظلمة بتحب الخطية، فهيحصل إيه؟ الناس تقوم على بعض. طبعا مش اللي ماشي في النور هو اللي بيقوم، اللي ماشي في الظلمة هو اللي بيهيج ضد النور وضد اللي ماشيين في النور، بيهيج ضد الحق، بيهيج مع انه متاح لي كمان ان هو يعيش في نقاوة ويعيش في النور ويعيش في الايمان بالمسيح ويتحرر من الخطية. لكن للأسف في ناس بتستلذ العبودية، تستلذ الايه زي ما القديس بطرس وصفهم، ككلب عاد الى قيئه وكخنزيرة مغتسلة عادت الى مراغة الحمأة. يا غسلناها ونظفناها رجعت تاني تتمرمغ في الطينة. في ناس حابة كده، في ناس دول بقى يكرهوا النور فتحصل العداوات. العداوة دايما مش من ناحية ولاد ربنا أبدا، اللي عايشين في النور ما يعرفوش يكرهوا، ما يعرفوش يشيلوا في قلبهم شر، ما يتمنوش غير الخير. المحبة لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق. فعلى رأي سيدنا البابا شنودة كان يقول تعبير لطيف خالص، جملة موجزة يعني، يقول السيد المسيح جاي بسيف، السيف ده مش في إيدين ولاد ربنا، ده ضدهم، سيف ضدنا هو، لأنه جه بالنور وجه بالحق وناس كتيرة مشيت وراه في الحق، فاللي ماشيين في الظلمة واللي ماشيين في الشر هما اللي هيمسكوا السيف ضد اللي ماشيين في الايه؟ في النور. فالسيف مش في أيديهم لكن السيف ضدهم. هو ده اللي السيد المسيح بيقصده. هو جاي وعارف ان ولاده اللي هيمشوا وراه هيضطهدوا، زي ما شرحنا المرة اللي فاتت، ان كانوا قد اضطهدوني فايه؟ فسيضطهدونكم. فاكرين في يوحنا 15، اذكروا الكلام الذي قلت لكم، كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم. وقلنا برضو في كولوسي 1، اكمل نقائص شدائد المسيح في جسدي، اخذ نصيبي من الالام. ولاد ربنا اللي بقوا اعضاء في جسده زي ما هم مدعوين للمجد معاه، هم ايضا مدعوين ان هم يدخلوا اولا في شركه الايه؟ الالام بتاعته، يدخلوا في شركة الله. أكمل نقائص شدائد المسيح في جسدي الذي هو الكنيسة. فده معنى بقى إيه؟ إنه أنا مش جاي ألقي سلاما على الأرض، السلام هيبقى فوق في السماء، والسلام في المسيح، يكون لكم في سلام، لكن حواليكم مش هيكون في سلام، حواليكم هيكون في متاعب وناس هتتخذكم غرض للهجوم وهدف للهجوم، وناس هتهاجمكم جدا وهتقوم ضدكم. فما جئت لألقي سلاما بل سيفا. السيف طبعا إشارة للإيه؟ للعداوة، للكراهية، للحرب، للرغبة في القتل. واضح؟ زي ما بيقول القديس يوحنا، كل من يبغض أخاه فهو إيه؟ قاتل نفس، كأنه ماسك سيف وبيذبح أخوه. كل من يبغض أخاه هو قاتل نفس، وكل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. فالسيف هنا إشارة للكراهية الموجهة ضد ولاد ربنا. ولاد ربنا يحبوا الناس كلها، حتى أعدائهم يحبوا أعدائهم، حتى اللي بيعادوهم يعني بيحبوهم. يعني أولاد ربنا مش متخذين أي حد كعدو، لكن عارفين وفاهمين إن في ناس بيعادوه بيتخذوهم. فالعداوة هنا جاية من جهة واحدة مش من جهتين،
العداوة جاية من جهة الناس غير المؤمنين، من جهة الناس اللي عايشين في الظلمة، من جهة الناس اللي عايشين في الشر. أما أولاد ربنا فهم العداوة متوجهة لهم، لكن فيش عداوة ولا كراهية ولا شر جاي منه. واضح؟ السيد المسيح بيوضح كده إن هو جاي بيعلن الحق، بيكشف كل حاجة، جاي بالنور. طبعا اللي عايشين في الظلمة هيبغضوا النور لأن أعمالهم إيه؟ شريرة، مش كده؟ مش دي اللي قالها في يوحنا 3؟ تعالوا كده نفتكرها مع بعض. في يوحنا 3 بيقول إيه؟ من عدد 19: هذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت إيه؟ شريرة. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ إيه؟ أعماله. أما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لأن لكي تظهر أعماله أنها بالله إيه؟ معمولة. اللي بيعمل السيئات يبغض النور ويهرب من النور لأن النور بإيه؟ بيفضحه. أما اللي بيفعل الحق ده بيحب النور، ولأنه عارف أن ده بيمجد ربنا في كل أعماله. فمن هنا نفهم يعني إيه لا تظنوا أن جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. يعني حيبقى فيه اضطهاد وعداوة ضد أولاد ربنا. فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها. هيحصل إن في الأسرة الواحدة في ناس تؤمن وناس لا تؤمن، فيحصل إيه؟ عداوات ضد المؤمنين، عداوات ضد المؤمنين. الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها. الكنة اللي هي زوجة الابن ضد حماتها. وأعداء الإنسان أهل بيته. طبعا يعني أعداء الإنسان أهل بيته دي نبوة، نبوة موجودة في العهد القديم. فيبتدي الإنسان يلاقي المقاومة حتى من أقرب الناس لي، من أقرب الناس لي. ممكن بدافع الغيرة على الأسرة وعلى اسم الأسرة لكنها غيرة ليست حسب المعرفة، غيرة مش بوعي ومش حب صادق. لا، ده محبة للذات وللكرامة. يقول لك ازاي فلان يسيبنا ويعمل كده، نموته. فهيحصل كده. يبقى اهل البيت الواحد فيهم ناس عايشين في الظلمة ومش عايزين الإيمان بالمسيح، فيبتدوا يعادوا اللي آمنوا بالمسيح. وبعدين يقول أحيانا هيحصل الفرقة دي جوه الأسرة الواحدة، لكن الإنسان ساعتها لازم يكون واعي، لأنه هيتسأل نفس السؤال ده: يا إحنا يا المسيحية، يا المسيح، يا إحنا يا المسيح، تختار إيه؟ أو تختار المسيح ولا تموت؟ فهو هنا السيد المسيح قال: شوفوا أنا ما بخلتش بالحب، حبيت إلى المنتهى. فاللي هيحب حد أكتر مني يبقى لا يستحقني، هيروح يفضل واحد تاني. الفكرة هنا مش بيقول ما نحبش الناس، احنا بنحب كل الناس لان احنا واخدين حب من ربنا وبندي، ونحب كل الناس داخل محبة المسيح. لكن لو في محبة منافسة، محبة منافسة للمسيح، اهي دي بقى اللي تخلينا ما نستحقش المسيح. يحب حد اكتر من المسيح، يحب حد ويرفض المسيح، يحب حد خارج محبة المسيح وخارج القداسة وخارج قداسة المسيح، يحب حاجة في الدنيا من أمور العالم ومن شهوات العالم. النتيجة إن الإنسان طبعا إيه؟ يبقى يخسر المسيح
والعكس صحيح، اللي يخسر كل حاجة عشان خاطر المسيح يبقى ربح كل حاجة. قديس بولس الرسول قعد يعد 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 كل المزايا اللي كان بيستمتع بيها كيهودي فريسي، وقال كل ده حسبته من أجل المسيح نفاية وخسارة أن أنا كنت أتمسك بيه. زي واحد كده إيه، ماسك حاجة في إيده مش هيعرف يمسك حاجة تانية إلا لو ساب اللي في إيده، فكان لازم يسيب الحاجات دي عشان يمسك المسيح لكي أربح المسيح وأوجد فيه. أنا خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية زبالة. فهنا من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، يعني مش بحب بابا وماما، أحبهم، أحبهم يكونوا قديسين، أحبهم في المسيح، أحبهم لأن إحنا بينا أعضاء في جسد المسيح، ولو هم مش أعضاء في جسد المسيح وأنا أمنت بالمسيح أصلي من أجلهم لأني بحبهم، وأصلي علشان يتعرفوا على المسيح وعشان يحبوه، وإذا كانوا مش طيبين أصلي من أجل توبتهم. أنا بحب المسيح أولا وبحب الناس كلها في المسيح، مش بمعزل عن المسيح، مش حب في منافسة بيني بين 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 هذا الحب وبين حبي للمسيح أبدا. عشان كده هنا بيقول كده، أنا أحب أبا وأما أكثر مني فلا يستحقني. طبعا طبعا حبة المسيح ما تتحطش في مقارنة ولا منافسة مع أي حاجة تانية. من وجد حياته يضيعها، من أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني أيضا. معروف طبعا محبة الأب والأم ومحبة الأبناء دي غريزية في الناس، بس لازم تكون في المسيح، في المسيح. ومن لا يأخذ صليب ويتبعني فلا يستحقني. الحقيقة الحتة دي جاية مبكرة قوي، يعني جاية مبكرة قوي. أول مرة نسمع حاجة عن الصليب يعني، ويعني إيه من لا يأخذ صليب ويتبعني فلا يستحقني، يعني إيه؟ هل الناس اللي بتسمع كلام المسيح ده فاهمة؟ يبدو لي ان هم فاهمين، لانه محدش علق، وان كان طبعا القديس متى زي ما قلت بيجمع اقوال المسيح، مش بيجيب مثلا الحوار حصل، لا هو جمع اقوال مع بعضها، قد يكون في حوار حصل بس مش عارفين يعني، بس اللي انا شايفه هنا اللي باين كده مش مفيش حوار، مفيش استفسار من الناس، هو مجرد قالها كده كلمة، من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. ده بيدينا يعني فكرة تقريبا انه الناس فاهمة، الناس فاهمة، فاضل احنا نفهم بقى يعني يأخذ صليبه ويتبعني. الصليب معروف كان عند اليهود في الظروف السياسية اللي هم كانوا عايشين فيها أثناء حكم الرومان، أنه كان وسيلة للإعدام، وكانت الطريقة بتاعته أنه لو واحد أجرم وكسر القانون بشكل كبير يحكم عليه بالإعدام صلبا. طبعا اليهود كناس يعني محتلين من الرومان كان يتنفذ فيهم الحكم ده، حكم قاسي جدا ومهين جدا، اللي معاهم جنسية رومانية ما كانوش يتصلبوا أبدا. الصلب ده كان حاجة معروفة يعني، كان نوع من التنكيل بالناس وزيادة في المهانة. تسمعوا عن شاول الملك لما مات في الحرب عملوه إيه؟ علقوه كده هو وعياله جثث عارية، يعلقوها يسمروها في خشب ويعلقوه قدام الناس، حاجة صعبة جدا إمعانا يعني في التنكيل بيهم. اللي معاه جنسية رومانية ما كانش إيه يتصلب أبدا، يموت بقتل بالسيف كده وخلاص. لكن الصليب قاسي ومهين للغاية، فكانوا
السلطات الرومانية علشان تخوف الناس وتخليهم يحترموا القانون، كانت الشخص اللي غلط ده ورايح اتحكم عليه بالإعدام وهياخدوه يصلبوه. طبعا الصلب يتم دايما خارج البلد، خارج القرية، خارج المدينة، مش ما فيش مكان في المدينة يعلقوا واحد كده في الشارع في ميدان عام وسط الناس ويعلقوا حد متعري بالكامل ويعلقوه كده ويقعد يعني يصرخ من المسامير اللي في ايديه وفي رجليه. فكانوا ياخدوه برا البلد، برا البلد على طول يعني، برا سور البلد، ويصلبوه وينزلوه ويدفنوه بعد كام يوم يعني ما يموت. لكن قبل ما ياخدوه يتصلب كان يعملوا ايه؟ يشيلوه الصليب ويزفوه في البلد. يعني انا بقول يزفوه، لكن على الاقل يمشوه كده في شوارع البلد، يمشوه في شوارع البلد وهو شايل الايه؟ الصليب، يطلع بيه بره، مش حدش هيشيله له، هو اللي شايله. وفي حمل الصليب ده اشاره انه لازم يخضع وينحني للقانون، وهو اذا كان كسر القانون يبقى لازم ايه؟ يتعاقب. وكسره للقانون ده مش هيعدي بدون عقاب، بالعكس القانون فوقيه. مش احنا في الدستور الامريكي يقول لك لا احد فوق القانون، مش كده؟ مفيش حد فوق القانون. فكان الصليب يتحط كده على الكتاف والشخص يمشي بيه في شوارع البلد، صليب خشبه ثقيله جدا طبعا، يعني خشبه لا تقل عن 40 كيلو، ويفضل شايله الشخص ومنحني، اشاره ان هو في الاخر وفي النهايه القانون هو اللي هيسود، وهو هينحني للقانون ويخضع للقانون حتى لما يخرج بره ياخدوا الصليب يزرعوه في الارض ويعلقوه عليه بالمسامير. فمن لا ياخذ صليب ويتبعني، دي حاجه الناس مش بتشوفها كل يوم يعني، بس بتشوفها كل كم يوم، كل كم اسبوع، كل كم شهر، شوف واحد ماشي في الشارع مش شايلينه ايه؟ صليب. ده رايح يعدم، ده رايح يعدم. فالناس فاهمه، الناس يعني الناس فاهمه. طبعا وقتها ما كانش الناس عارفه ان المسيح نفسه هيتصلب، لكن كلام السيد المسيح هنا في اشاره، يقول من لا ياخذ صليبه ويتبعني، يبقى هو كمان ماشي شايل الصليب. زي ما قيل في إشعياء: اوجعنا تحملها واثمنا حملها ونحن حسبناه ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله، ولكنه مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اثامنا. تأديب سلامنا عليه، التأديب اللي كان المفروض احنا ناخده علشان يبقى فيه سلام بيننا وبين الله هو خده عليه. فمن لا ياخذ صليبه ويتبعني، يعني هو السيد المسيح شايل الصليب وماشي وبيدعو كل اولاده وتلاميذه ان هم يشيلوا الصليب ويمشوا وراه. وزي ما اتفقنا ان اللي شايل الصليب ده رايح مش بيتفسح، رايح يتصلب، رايح يموت. فهي لحظة يقولوا له تعال انزل، خلاص نزل الصليب ويتعلق عليه. فحمل الصليب معناه ان انا عندي استعداد اموت، عندي استعداد اتعلق على الصليب في اي وقت، عندي استعداد اتعلق على الصليب في اي وقت. حمل الصليب مش نزهة. طبعا احنا بقى ما لابسين صلبان، لكن ساعة الجد لازم نكون عندنا استعداد نحتمل، عندنا استعداد نموت، عندنا استعداد نشيل الصليب ورا المسيح، وإلا ما نستحقوش. من لا يأخذ صليب ويتبعني لا يستحقني. زمان أول ما اترسمت كاهن في أثناء 40 يوم، كان في أب أسقف
جميل، ما كملش، ما عاش كتير، ما كملش حتى أسقف 4 سنين، 3 سنين ونص. كان اسمه أنبا مكاري، كان مرسوم على أول أسقف يترسم على سينا، سينا كلها. بعدما انتقل اتقسمت سينا الشمالية وجنوبية. أنبا مكاري ده كان راجل مليان نعمة، مليان نعمة. فكنا إيه نقعد معاه بقى، كنا مجموعة كهنة كتير، فكنا نروح نقعد معاه وسجلنا له يعني حتى. فمرة من المرات كان بيكلمنا على حمل الصليب، قال لنا إزاي إنه الكاهن ده مفروض ان هو يبقى شاه تساق الى الذبح، ولازم يبقى عامل حسابه ان هو يشيل الصليب، عامل حسابه مش يقعد كل شويه يتذمر وكل شويه يشتكي. وبعدين يقول ايه، يقول لنا يعني انتوا في القداس بقى، وبالذات في القداس الغريغوري بقى، هتقعدوا ايه، تقفوا بقى عن المذبح وتقعدوا تصلوا بقى الصلوات الطويلة بقى، وبذلت ظهرك للصياط وخديك أهملتهما للطم ولم ترد وجهك عن خزي البصاق، وتقعد تقول يا ليلي يا عيني كده عن المذبح. وساعة الجد لا أنت محتمل البصاق ولا محتمل الصياط ولا محتمل اللطم ولا تبقى أنت بس هتقعد تقول يا ليلي يا عيني. أنا مش ناسي طبعا كلامه يعني، فمن لا يأخذ صليب ويتبعني فلا يستحقني. ولاد ربنا عندهم استعداد من أجل المسيح يتنازلوا عن كرامتهم، يتنازلوا عن حقهم حتى في العالم، لأنهم عارفين حقهم كبير قوي في السماء، ما حدش يقدر ياخده منهم. الملكوت كله بتاعهم، كله بتاعهم، كل ما لي فهو لك. ده كلام الأب لأولاده، كل ما ليه فهو لك. فهم مش بيدوروا على حاجات في الدنيا، مش تفرق معاهم أمور الدنيا دي خالص، وعندهم استعداد يأخذوا الصليب بتاعهم ويتبعوا المسيح. فهنا ده كلام مبكر قوي عن الصليب، هيجي طبعا كلام كتير بعد كده. السيد المسيح كذا مرة هيقول اللي عايز يبقى يتبعني ويكون ليا تلميذ ينكر نفسه ويحمل صليبه وإيه ويتبعني، وبرضو إن كان أحد لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. كلام هيجي كتير خالص عن الصليب بعد كده، بس دي أول مرة نشوف الكلام. من أحب أبانا أو أمنا أكثر مني فلا يستحقني، من أحب ابنه أو ابنته أكثر مني فلا يستحقني، من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحق. بالذات اللي بيخدم المسيح وكرس قلبه وحياته للمسيح، كلنا مفروض مكرسين قلبنا، كان في ناس كرست حياتها للمسيح، لازم يبقى عندها استعداد تشيل الصليب. على رأي أبونا إسحاق، وإن كانت الكلمة صعبة قوي، كان يقول لي ما كانش الكاهن يبقى عنده استعداد يتمسح بيه الأرض مش هيعرف يخدم المسيح. بالظبط كده، ما كانش الكاهن يبقى عنده استعداد يتمسح بيه الأرض مش هيعرف يخدم المسيح. أنا كتبت الكلمة أول ما قالها لي، روحت كتبتها حطيتها قدامي كده، حاجة جميلة. فاهم واحد، فاهم إزاي يبقى عنده استعداد يضحي، عنده استعداد يخدم، عنده استعداد يشيل الصليب، عنده استعداد يوطي ويمسح الرجلين وهكذا. فده كلام السيد المسيح، إن هو جاي عارف ان هيبقى فيه اضطهاد لاولاده، وهيبقى فيه ناس حتى من اهل البيت ممكن يكونوا الشيطان بيستخدمهم ضده وللهجوم ضد اولاد ربنا. لكن من لا ياخذ صليبه ويتبعني
فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. بيكمل في نفس المنهج يعني، وفي نفس الشرح أكتر. اللي بيدور على نفسه وبيشفق على نفسه وبيدور على راحته، ده بيضيع نفسه، لأنه هيهرب من طريق الصليب طبعا، وهيرفض الصليب طبعا، يقولك لا كرامتي أخدم، بس أبقى محترم، اللي ما يحترمنيش خلاص أنا مش هقعد هنا، أنا مش همشي وراه، مش همشي ورا المسيح. هو الواحد يخدم ربنا برضه وبعدين يتبهدل؟ أنا أعمل كذا وكذا وبعد ما يتقليش كلمة شكرا، أنا أعمل كذا وكذا وبعد كده ما حدش يقدرني ولا حد، حتى ده أنا اللي عملت الموضوع ده، أنا أكتر واحد تعبت. من وجد حياته يضيعها، يضيعها. دي من أسوأ الحيل بتاعت عدو الخير، اللي يخلي الإنسان يشفق على نفسه وعلى كرامته، لأن ما استاهلش ده اللي بيتعامل فيه، ده حرام، ما أنا ما استاهلش الحاجات دي، أنا عملت لهم إيه؟ بيعملوا معايا كده ليه؟ يفضل الإنسان يهري في نفسه، بيدور على كرامته، بيدور على إزاي الناس تحترم وتكرم وتبجل. إيه ده بقى؟ من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. في إنجيل مرقس يقول هو من أجل الإنجيل، من أجلي ومن أجل البشارة بخلاصي، هذا الإنجيل، بشارة المفرحة بخلاص المسيح. فمن أضاع حياته من أجلي يعني نسي نفسه، أنكر نفسه، ما قالش لازم يتقدم لي فروض الولاء والطاعة والاحترام والكرامة، مفكرش في الحاجات دي، رماها ورا ظهره. هيخدم المسيح يبقى عنده استعداد، ها؟ عنده استعداد يشيل الصليب، عنده استعداد يبقى ينسحق، عنده استعداد ممكن في وقت من الأوقات يتهان، ما يتخضش وما يشفقش على نفسه، ما يشفقش على نفسه. فاكرين داود لما شمع ابن جيرة فضل يشتم فيه ويرمي عليه طوب ويرمي عليه تراب ويشتم فيه، وأبيشاي ابن أخته كان قادة الجيش، أبيشاي قال له مين هذا الكلب الميت اللي بيسب سيدي الملك؟ إذن لي أنا أروح أعدي. كان في زي ترعة صغيرة كده وفاصلة، فالتاني بتشجع وعمال يشتم من الناحية التانية، قال له أنا هلف وأروح أقتله. فداود قال له ما لي ولكم يا بني صروية، صروية دي أخته، ما لي ولكم يا بني صروية، الرب قال له سب داود. ده اللي حاصل ده عشان أنا أتعلم، عشان أنا أنسحق وأتضع، لعل الله ينظر إلي ويرحمني، لعل الله ينظر إلي ويرحمني. والعجيب إن هو التمس له العذر، يقول إيه؟ بيقول لي بكم؟ بيقول لي أبيشاي، بيقول لي إذا كان ابني اللي خرج من أحشائي قايم عليا عايز يقتلني وخد المملكة، اغتصب المملكة مني، ابني اللي طالع من أحشائي، فما بال ده من 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 أسرة شاول، شاول الملك كان بنياميني من أسرة شاول، شمع ابن جيرة ده، فقالوا ده بنياميني كتر خيره يعني، إنه ما عملش حاجة أكتر من كده، بس كان ابني عمل وعمل، فده يعني ما غلبان، سيبه، لعل الله ينظر إلي ويرحمني. فواحد عنده استعداد، واحد عنده استعداد يخدم ربنا مهما، مش مستني كرامة من حد، مش مستني. ومن أضاع حياته من أجل إيه؟ يجدها. من وجد حياته يضيعها، بيدور على عايز يحقق نفسه، عايز يظهر
عايز يمسك المنصب الكبير واللي يقعد في المتكأ الأول، اللي عايز بيحب الألقاب. طبعا يعني احنا هنا في أمريكا الوضع يعني أفضل حالا شوية في حكاية الألقاب دي، الحاجات دي موجودة في مصر بشكل صعب. اللقب ده لو ما ناديتلوش باللقب بتاعه يفصل منك ويعاديك، لازم تقول له الأستاذ الدكتور ولا المهندس ولا المستشار ولا يعني حاجة، يعني لازم لقب، يعني لازم. مش من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. وبعد كده إيه؟ قال لهم شوية كلام مشجع بقى بيختم بيه الوصايا بتاعت الإرسالية، كلام جميل ومشجع. قال: من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. اللي يقبلكم كانوا بيقبلني أنا. ياه، يعني إحنا نمثلك؟ يعني إحنا سفراء ليك؟ قال: آه. واللي يقبلكم ده أنا جاي معاكم، فاللي يقبلكم ده يبقى أنا داخل معاكم، أنا دخلت البيت. اللي يقبلكم يقبلني، واللي يقبلني يقبل الذي أرسلني، يعني يقبل البنوة لله، يبقى هيبقى ابن للآب، هيقبل الآب يبقى أب ليه. ياه، من يقبلكم يقبلني. وبعدين من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ. ده كلام للناس اللي هتقبلهم، مش ليهم هم بقى، بس ده كلام يشجعنا احنا، حتى لو احنا احناش معلمين ولا انبياء، لكن لو قبلنا الانبياء، لو ساعدناهم، لو فتحنا لهم بيوتنا، لو شجعناهم في الخدمة وتكفلنا ببعض المستلزمات بتاعت الخدمة معاهم، ناخد نفس اجرهم، نفس اجرهم. يعني اللي يساعد في الخدمة ياخد نفس أجر الخادم، مع أنه يمكن هو يعني ما كانش ظاهر، يعني ما كانش هو اللي بيؤدي الخدمة، ها؟ لكن هو ساعد في الخدمة، ساعد بأي وسيلة، إن شاء الله بكأس ماء بارد، ياخد نفس أجر الخادم، لأنه ربنا شايف الحب اللي في القلب وعارف أنه هو موزع المواهب. في واحد عنده موهبة في الكلمة، في واحد عنده موهبة في انه يعمل الحاجات الصغيرة اللي مش باينة، كأس الماء البارد، يوضب حاجة بسيطة، يجهز المكان وينظفه ويهيئه. في ناس بتعمل أعمال محدش بياخد باله منها، دول هيشتركوا في المجد ويشتركوا في الأجر السماوي. من يقبل نبيا باسم نبي عشان خاطر هو نبي لله وهو جاي لله، فأجر نبيا يأخذ. أجر نبي يأخذ؟ طب ده فين والنبي فين؟ النبي ده حاجة كبيرة أوي. لا، اللي يخدم معاه ياخد نفس الأجر معاه. من يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ. اللي يساعد في أعمال البر حتى ولو في حاجات بسيطة، ممكن يكون مثلا إيه، هنوزع حاجة للفقر، زي ما الشباب بيقعدوا يعملوا يوزعوا أكل للغلابة، في ناس ممكن إيه تتبرع، ده متبرع ب$3,000، ده متبرع ب$2,000 مثلا. في ناس تانية كل اللي يقدروا يعملوه إن هم يجوا يجيبوا الأكياس ويحطوا فيها الإيه الحاجات، ويقعدوا ساعة واتنين وتلاتة يرتبوا الأكياس والحاجات اللي هتروح للفقر. ده يعني ياخد زي ده؟ أيوة، كل واحد حسب موهبته. في واحد ربنا عطيله ماديا فبيقدم بسخاء ياخد أجر عظيم، واحد تاني الإمكانيات اللي عنده، عنده شوية وقت، عنده شوية صحة، جاي عشان يخدم ربنا وفرحان وبيرتل وبيصلي وبيخدم ربنا، فاللي يقدم أي حاجة ويساعد في الخدمة ده إيه؟ هياخد نفس أجر الخادم الكبير أو اللي ظاهر في الصورة يعني. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط، فقط يعني واحد بس،
يعني كأس الماء البارد الواحد بيتحسب، يعني 3 غير 4 غير 5، الواحد بس بيتحسب، كل حاجة محسوبة عند ربنا. باسم تلميذ، يعني عشان خاطر ده تلميذ للمسيح، عشان خاطري بيقدم الحب البسيط ده، كأس الماء البارد ده، ده محبة. بيقدم كأس الماء البارد ده علشان خاطري أنا، عشان خاطر أنتوا تلاميذي، يبقى عشان خاطري يعني. باسم تلميذ يعني عشان خاطر أنتوا تلاميذي. ها؟ فالحق أقول لكم لا يضيع أجره. واضح؟ أو لا يضيع أجره. في متشكلة كده. يعني الله لا يضيع أجره. يعني ربنا بيحسب كل حاجة وعارف كل حاجة. وكل واحد ياخذ أجرته بحسب إيه؟ تعبه. كأس الماء البارد الواحد بس يفرق. يفرق. ياه، طب ما أنا أجمع بقى كده ثمر كتير للحياة الأبدية وآخد بركة. كل عمل صغير بعمله أخد بركة، مش بس كأس الماء البارد، أي عمل بسيط بس معمول بحب كبير، بحب للمسيح وعشان خاطر يسوع. أنا بعمله عشان خاطر مع فلان، عشان خاطر يسوع، عشان خاطر يسوع. بتعب وبحتمل فلان أو بخدم فلان أو بساعد فلان عشان خاطر يسوع، عشان خاطر يسوع. فهو مش هيضيع أجري أبدا. كده خلصنا الإصحاح الإيه؟ العاشر. بداية من الإصحاح الحداشر بقى في مجموعة أحداث. يعني الإصحاح العاشر زي ما قلت كلمة طويلة متجمعة لربنا يسوع المسيح. الإصحاح الحداشر بيبتدي بموضوع، ناخد فيه بداية كده وبعدين نقف، يعني ناخد 5 دقايق كده ولا 10 دقايق ونقف. بيقولوا لما أكمل يسوع أمره لتلاميذه الاثني عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم. يعني هو بعتهم يخدموا وهو كمان إيه؟ بيخدم، وهو كمان رايح يفتقد المدن بتاعتهم. يعني الاثناشر دول كانوا إيه؟ اللي من بيت صيدا زي سمعان بطرس واندراوس، اللي كان من قانا الجليل زي برسولوماوس وزي سمعان القانوي، ومنهم اللي من هنا واللي من كفر ناحوم واللي من كل واحد في ايه من بلد. فراح السيد المسيح بعتهم قرى، ناس ما تعرفش حاجه عن ربنا خالص، وهو راح يخدم في المدن بتاعتهم، هو راح يخدم في المدن بتاعته. وكأن دي اشاره كده ان لما الواحد يخدم ربنا، ربنا يكافئه، والحاجة اللي هو سابها ربنا يهتم بيها، يهتم بيها. لو هو بعد شوية عن أسرته ربنا يهتم بأسرته، لو ضحى شوية بحاجة ربنا هيعوضه. واضح؟ فهو ربنا جميل بيشركنا في العمل معاه وفي الخدمة، لكنه لا يتوقف عن العمل معنا. يعني مش هو مثلا وزعنا وهو قاعد بقى ايه مستني لما احنا نروح ونيجي. لا، ابي يعمل حتى الان وانا ايه اعمل. هو ما بيوقفش ابدا، هو بيشركنا علشان ناخد بركة معاه في بناء الملكوت، وفي نفس الوقت هو لا يكف عن الايه عن العمل ولا يتوقف ابدا. أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل 2 من تلاميذه وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهما اذهبا وأخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران، العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيا. طبعا ايه الحادثة دي لو واحد كده خدها
بشكل سطحي بعيد عن الكلام اللي موجود في الإنجيل ككل عن يوحنا المعمدان، ممكن يقول يوحنا في السجن يبقى مش عارف المسيح، وبعت يقول له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ يمكن يبقى هو بدأ يتشكك، المسيح ما خرجوش من السجن، ما المسيح بيكرز وبيزيد، وهو يوحنا المرارة بتاعت السجن والمزلة والقيود بتاعت السجن خلته يتشكك. ما يوحنا برضو بشر ضعيف. يا سلام، اللي يقول كده ده واحد لا يعرف يوحنا المعمدان ولا أرى حاجة في الإنجيل عن يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان رجل البراري هيشتكي من السجن، ده السجن بالنسبة له فندق يعني 3 نجوم على الأقل، يعني بالنسبة لواحد عايش كان في البرية ملوش مكان. يوحنا المعمدان ده اللي امتلأ بالروح القدس وهو جنين وارتقد وسجد للمسيح وهو جنين وعرفه وهو جنين، والمسيح جنين في بطن العذراء، دلوقتي هيتلخبط فيه؟ يوحنا اللي شهد للمسيح 10 مرات وبقى يشاور عليه ويقول للناس هو ذا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم، مين كان فاهم الحاجات دي؟ مين كان فاهم في هذا المستوى من الفهم؟ قديس يوحنا كان أكتر واحد عارف المسيح في كل هذا الجيل، في كل الجيل بتاع السيد المسيح، هو الأكتر واحد كان عارف وأعلى من الكل بما لا يقاس، عارف إن هو ابن الله، عارف إن هو الآتي من فوق، كان يقول لهم كده الذي من الأرض، الذي يأتي من الأرض من الأرض يتكلم، أما الذي يأتي من فوق فهو فوق الجميع، ويشرح لهم هو الآتي من فوق هو ابن الله هو الديان اللي جاي هيعمد بالروح القدس ونار، وهو اللي رفشه في يده وسينقي بيضره يجمع القمح إلى مخازن، أما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ، يعني هو الديان اللي هيفرز الأبرار من الأشرار، زي ما الفلاح بالرفش اللي هو الشوكة الخشب دي يفصل القمح عن التبن، فهو الديان، هو العريس، عريس الكنيسة، هو العريس، وقال كده من له العروس فهو العريس، أما أنا ده أنا صديق العريس هفرح لما سمعت صوت العريس جاي، خلاص فرحي هذا قد كمل. فهو الواعي بكل ده إن المسيح هو ابن الله وهو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم وهو الديان وهو الآتي من فوق وهو العريس، بقى هو فاهم كل ده. وبعدين واحد يجي كده بسذاجة كده يعني ده ما قراش الإنجيل، بقى ده ما قراش حاجة، ما يعرفش. طب وما ليه باعت يوحنا؟ طب ليه باعت؟ واضح هنا أنه لو نقرأ في يوحنا 3، إنجيل يوحنا يعني الحبيب 3 و4، هنلاحظ أن بعد المعمودية بتاعت السيد المسيح بدأ يوحنا المعمدان يحول ناس كتير على المسيح، يقول لهم هو ذا حمل الله، وناس كتيرة بدأت تروح وراه. وبعدين في بعض التلاميذ فضلوا ماشيين ورا يوحنا متمسكين بيوحنا المعمدان، يعني يبقوا تلاميذ ليه، يعني بقى لهم معاه مثلا شهور طويله قرب سنه، فيعني في ناس كده تتعلق باشخاص وتنحاز لاشخاص، ما تعرفش بقى ده في تكوينهم مرض بيبقى جواهم، ينحازوا مش ينحازوا للحق، مش يمشوا ورا ربنا والأشخاص دول يوصلون لربنا، لا للأسف يمشوا وراء أشخاص ويتحزبوا الأشخاص ويتعلقوا بأشخاص، ما عرفش بيبقى إيه ده، ضعف في النفسية، ما عرفش بيلاقوا نفسهم في إن هم يداروا في بعض الأشخاص. المهم إيه يا جماعة، تروحوا وراء المسيح
لا لا احنا مش هنسيبك. طيب طول باله عليه لحد لما هيرودس قبض عليه ودخل الايه السجن، ودول لازقين له يا جماعة تروحوا للمسيح، هو ده الآتي، هو ده حمل الله الآتي من السماء اللي جاي يحمل خطايا العالم، جاي بالحياة وجاي كعريس للكنيسة، هو ده، هو ده ابن الله اللي الروح القدس حل عليه. لا احنا مش هنسيبك برضو. يقولوا علينا ايه؟ احنا الناس أصلة، احنا متربيين كويس، احنا عارفين الناس اللي تقعد تفتخر كده لك لا انا اعرف الاصول. طب ما الاصول انك انت تسمع الكلام يا اخي، ما الاصول انك انت تطيع، تقعدش كده تنفش في نفسك وتقول انا اعرف الاصول. ففي الاخر ايه السيد المسيح قديس يوحنا المعمدان القديس كيرلس الكبير بيقول عليه تعبير جميل قوي، بيقول هو في الموقف ده كان عامل زي الطبيب اللي بيعالج مرض معين في نفوس تلاميذه، هما متعلقين بيه مش تعلق سليم، فهو عايز يوصلهم للمسيح، فاستخدم الحكمة في ان هما يلتقوا بالمسيح، هما ما سمعوهوش، هما دايما مع يوحنا المعمدان بيسمعوا عنه بس، وشافوا بيسمعوا عن المسيح بس، مش لكن ما قربوش منه. يوحنا شاور عليه كذا مرة وقال عليه كلام حلو جدا جدا، لكن هم ما دقوهوش بنفسهم، فهو حب كطبيب حب يدوقهم زي واحد مريض ومش عايز ياخد الدواء، فالدكتور وده طبعا بيعملوه دلوقتي طبعا في العلوم الصيدلة، ان هم يحطوا الدواء في شراب طعمه ايه طعمه حلو علشان الناس تشرب وتقول الله وجوه الدواء، فهو حب يديهم ايه يدوقهم المسيح بطريقة ويعني يخلوهم يشوفوه بنفسهم. فقال لهم طب هقول لكم حاجة، انا عايز ابعتكم برسالة للمسيح، ايه رأيكم؟ قالوا له عايز ايه؟ قال لهم تروحوا تقولوا له انت هو الآتي ام ننتظر اخر؟ طبعا الرسالة دي فيها ايه؟ فيها درس ليهم هم، لانه انت هو الآتي يعني هو ده الآتي، هو ده مخلص العالم، هو ده مشتهى الاجيال اللي انتوا المفروض تتبعوه، بس اسألوه بنفسكم يعني وهتردوا لي الاجابه. فطبعا كده مضطرين لازم ايه يروحوا ويرجعوا له. فراحوا قالوا له يوحنا بيقول لك أأنت هو الآتي ام ننتظر اخر؟ طبعا المسيح عارف يوحنا، طبعا عارف، وعارف ان هو فاهم كل حاجه، ف جاي اوضح بتفصيل اكتر في انجيل مرقس وفي انجيل لوقا. يقول ايه؟ ما ردش عليهم كده في الاول، كان مشغول منهمك، الناس حواليه جايين بمرضى باشكال وانواع من المرض، واللي فيهم شياطين واللي عرج واللي عمي واللي يعني مرضى كتير قوي، فهو يعني ايه ما ردش عليهم، قال لهم يمكن استنوني شويه، وايه وقعد شفى ناس كتير وخرج شياطين وقوم موتى ها. بعد شويه وهم واقفين مبهورين من اللي بيحصل، ايه ده؟ ده صاحب سلطان ما شفناهوش، يوحنا ما عملش معجزات خالص، ما عملش ولا آية، لكن شهد للمسيح ودي كانت أعظم آية، فهم شافوا حاجات عمرهم ما شافوها. فقال لهم انتوا عايزين ايه بقى؟ قالوا له يوحنا بيقول لك أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ قال لهم بصوا روحوا احكوا اللي انتوا شفتوه، بس هي دي الإجابة بتاعتي، روحوا احكوا ووصلوا له كل اللي انتوا شفتوه وسمعتوه، أخبر يوحنا بما تسمعان وتنظران، اللي انتوا شايفينه واللي انتوا سامعينه روحوا
اخبروه. العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون. والناس الغلابة الطيبين اللي جايين اللي يسمعوني دول أنا ببشرهم بملكوت الله. إيه رأيكم؟ وطوبى لمن لا يعثر فيا. طبعا الكلام لمين؟ ليهم هما الاثنين بقى، مش ليوحنا. يعني يا بخت اللي ما يتشككش فيا، يا بخت اللي ما يترددش ان هو يمشي ورايا، ما يترددش وما يتعثرش في المسير. فالكلام مش ليوحنا. ليه؟ لان هما هيمشوا من هنا وهو هيقعد يمجد في يوحنا من هنا. يعني الكلام كله كان ليهم هما، والمعجزات دي كانت ليهم هما. هما يبدو ان هما دول الاثنين اللي كانوا فاضلين يعني ماشيين ورا يوحنا. فيوحنا حب يحولهم قبل ما يخلص ايامه، حب يحولهم على المسيح. فهنا عايز بس اقف شويه عند القديس يوحنا ده، قد ايه كان مركز على المسيح. انت هو الاتي، احنا جايين، انت مشتهى الاجيال. تركيز كامل على المسيح الاتي لخلاص العالم. لكنه حط السؤال بالصيغه دي علشان تلاميذه يفهموا ويتبعوا المسيح. وبعدين الناس اللي هي بعيد عننا اللي مش فاهمه خالص دي، اللي تقول لك ده اصل يوحنا كان متضايق في السجن وجاله نفسيته تعبت واحبط وازاي المسيح ما يطلعنيش. هو كان عايز يطلع ليه؟ هيطلع ليه؟ كان عنده يعني تطلعات للمستقبل يعني، وعنده بيزنس هيعمله، ولا هيطلع يعني يتجوز ويعمل بيت، ولا كان يعني هيطلع يعمل ايه؟ قديس يوحنا تمم رسالته وقال فرحي هذا قد ايه؟ كمل. خلاص انا وصلت العروس، جهزت العروس علشان لما العريس يجي يلاقيها جاهزه، فانا خلصت الرساله بتاعتي. عشان كده القديس يوحنا ما كانش بيدور على حاجه زي كده. الناس يا عيني اللي هي مش فاهمه بتقعد تفترض حاجات ملهاش معنى، حتى ما تمشيش في السياق بتاع الايه؟ بتاع الانجيل. ده هيرودس، الثعلب ده هيرودس. يعني عندك الخطوط دخلت في بعضها. لا، هيرودس يريد أن يقتلك، فقال لهم قولوا لهذا الثعلب إن أنا هكمل اليوم والتاني يوم وفي اليوم الثالث أكمل. ده قبله دخوله أورشليم. بصوا بقى إيه بيقول على يوحنا إيه، مش هنفوتها برضو دي. وبينما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ يقصد يعني هل تفتكروا يوحنا ده بيهتز في إيمانه؟ شوفوا بقى بيدافع عن يوحنا بقى، عشان المنظر قدام الناس كان يبدو إن يوحنا مهتز. ها؟ لا. ماذا خرجتم لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح، بتتهز كده؟ كلمة تجيبها وكلمة توديها؟ تمشي مع الهوى شوية كده والهوى شوية بالعكس؟ لا. هل السجن ممكن يأثر عليه علشان الحياة في السجن صعبة؟ طب ما هو كان عايش في حياة أصعب. أقصبة تحركها الريح؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. دول بقى المرفهين اللي مش هيستحملوا السجن. لكن اوعوا تفتكروا يوحنا ده اتأثر في السجن ولا اهتز ايمانه ولا تعب ولا بيشتكي. انتوا بتقولوا ايه؟ اوعوا تفتكروا كده. ماذا خرجتم لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ ولكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. دي في سفر ملاخي الإصحاح الثالث.
هأنذا أرسل أمام وجهك ملاكي. ده الآب اللي بيتكلم الابن، الآب بيكلم الابن، هأنذا أرسل أمام وجهك ملاكي رسولي، ملاك اللي هو رسول. هأنذا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. ده يوحنا اللي بيهيئ الطريق قدام المسيح. الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. في إنجيل لوقا يقول نبي أعظم من يوحنا المعمدان، يعني من مواليد النساء بين الأنبياء ما فيش أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأزهر في ملكوت السماوات أعظم منه. ده موضوع بقى كبير، هنقف عنده هنا عشان وقتنا خلص، ونشرحه بقى بالتفصيل المرة الجاية. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. فإحنا خلينا كده وقفنا عند عدد 10 ونكمل من عدد 11 المرة الجاية. حد عنده تعليق؟ حاضر. هنا وبعدين هنا. يوحنا المعمدان بنحطه مع بنعمله جناحات كده كأنه ملاك. لا، البشر لما ينالوا التبني لله يبقوا كلهم أعلى من الملائكة. كل البشر لما يتبنوا، لما يتنعموا برتبة البنوة لله، البنوة لله رقت البشر إن هم يورثوا في ملكوت الله، والملائكة يبقوا خدام ليهم. بس الملائكة يعني مخلوقات رقية. أنا مش عارف ليه مش برتاح للمقارنات، يعني احنا غلابة على قدنا. بس ربنا رقى البشر انهم يبقوا ورثة، والملائكة يبقوا خدام ليهم. الذي خلق ملائكته أرواحا وصنع ملائكته خداما للعاتدين أن يرثوا الخلاص. لكن ده صنف من المخلوقات واحنا صنف تاني. تفضل. يعني المقولة بتاعت ان يوحنا المعمدان اعظم مواليد النساء دي تتعارض مع الآية هنا، لم يقم بين المولدين من النساء اعظم من يوحنا المعمدان. يعني هو مش اعظم مواليد، لا يوجد، هو اعظم منه. من مواليد النساء ما فيش نبي اعظم منه، يعني هو السيد المسيح بيوصفه ان هو اعظم الانبياء. ليه بيقول اهو كده؟ هنا مكتوب لم يقم بين المولدين من النساء اعظم من يوحنا المعمدان. يعني ما فيش حد في مواليد النساء اعظم منه، يعني في زيه، مش هو اعظم واحد. معلش، زيه او مش زيه، بس هو بيقول اعظم، يعني هو الاعظم، هو الافضل، هو افضل الانبياء، يعني اعظم الانبياء، هو اعظم الانبياء. اعظم الانبياء ده ايه؟ صيغه مقارنه، يعني انه اي حد تاني يتقارن بيه هيبقى هو اعظم منه. واضح؟ انت عايز تقول حاجه معينه في ذهنك؟ يعني ان معنى الايه هنا انه ما فيش حد اعظم منه، لكن في حد زيه. مين اللي زيه؟ ما فيش حاجه في الايه هنا بتقول ان في حد زيه. لا يوجد من هو أعظم منه. يبقى هو الأعظم، يبقى هو أفضلهم كله، أو هو الأعلى بينهم كله. ده الكلام اللي يتفهم يعني. لو في أنبياء تانيين، كل الأنبياء طبعا كانوا يعني عظماء وكانوا قديسين. تفضل. أنا لي تعليق بسيط على تأمل في الآية اللي هي بتقول من يجد حياته يضيعها. من يجد حياته يضيعها. المتنيح الأنبا إيزاك اللي انتقل للسماء من يومين، شاف رؤيا وطلع السماء والملاك الحارس بتاعه بيوري له أماكن الأبرار، فلقى مكان كبير وفي كراسي كتيرة ومعظم الكراسي فاضية. فبيقول له الكراسي دي بتاعت مين وفاضية ليه؟
قال له الكراسي دي كانت معمولة للناس اللي هي اسمائها كتبت في سفر الحياة، لكن ما ضيعوش حياتهم من أجل المسيح، ضيعوا حياتهم من أجل الشيطان، علشان كده اتمحوا من سفر الحياة وكراسيهم لسه فاضيين. فيعني الأنبا إيساك يعني حس كده إنه يمكن حد تاني ياخد الكراسي دي بقى، في حد تاني هياخد يعني الملكوت، أكيد يعني ربنا هيملاه يعني ده الملكوت بتاعه. فاكر لما في ناس في المثل اللي كان بيتقرأ علينا في الإنجيل من يومين، بيقول لك دعا ناس كتير خالص خالص وملى بيهم البيت، بعد ما الأولانيين إيه مرضوش يروحوا، استعفوا مرضوش يروحوا، فدعا الناس من كل حتة، اللي من الأزقة ومن الشوارع، الشحاتين دول إحنا يعني اللي دعانا عشان يملى بينا الملكوت. فإحنا شطارتنا إن إحنا ما يضيعش مننا نصيبنا، وإلا ممكن إيه ناس تانية تاخد نصيبنا. يقول لك تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إيه إكليلك، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. شكرا. ايه تاني؟ في الاخر كنت بس بسأل يعني ايه دلوقتي، هو يوحنا طبعا كان عارف السيد المسيح من ايام ما كان في بطن امه، يعني اكيد مثلا مامته اليصابات قالت له مثلا، هو لما راح عشان يتعمد كمان ما كانش يعرفه ولا كان يعرفه؟ كان عارف ان هو هيجيله، كان عارف انه هيجيله طبعا، بس هو ما كانش عارفه عامة، يعني عشان هو كان عايشين في منطقة واحدة، يعني لا مش في منطقة واحدة، لا طبعا. السيد المسيح كان عايش طول حياته في الجليل وفي الناصرة، ويوحنا المعمدان كان في منطقة اليهودية في الجنوب، منطقة بعيدة ما شافوش خالص، ما شافوش غير ساعة المعمودية، وبعد كده شاهد له عدة مرات، شهد له عدة مرات قبل ولا بعد؟ بعد المعمودية. طيب هو عايز اسال سؤال تاني، هو المسيح كان محتاج انه يتعمد؟ ما هو المسيح يعني لازم يتعمد زي الناس كلها اللي باقيين، لانه واخدنا كلنا فيه، فعايز يدخل بينا يتمم اللي احنا ما عملناهوش، ان احنا نقدم توبة وان احنا ناخد موضع الخطاة. احنا كنا بنبرر نفسنا، ادم اخطأ ومرضاش يعترف بغلطه ورمى على حواء وحواء رمت على الحية، وده طبيعة البشر ان هما بيدوروا على تبريرات لنفسهم، زائد ان هو السيد المسيح كمان واخدنا فيه وعايز يمسح طبيعتنا دي بالروح القدس. فدخل المعمودية علشان يحمل خطايانا وفي نفس الوقت يتمسح بالروح القدس، فإحنا نبقى يقول القديس كيرلس إيه، يقول إن هو لما حل عليه الروح القدس على، طبعا هو معطي الروح بلاهوته، لكن ده الروح ده ملى ناسوته، فهيأنا وجهزنا علشان نقبل الروح القدس، هيئ الطبيعة البشرية علشان تبقى مسكن للروح القدس وتتمسح بالروح القدس. فهو في مسحته بالروح القدس في المعمودية، عشان كده يوحنا رايح بيعمد وعارف، هو قال كده يوحنا، قال الذي أرسلني لأعمد قال الذي ترى الروح حالا عليه هو ده اللي هيعمد بالروح القدس ونار. فالسيد المسيح في معموديته أخذ مكان البشرية واخدها فيه علشان يقدسها ويمسحها بالروح ويكرسها بالروح ويهيئها ويجعلها مهيئة إنها تقبل الروح القدس يسكن فيها. ممكن كمان عشان يدينا مثال إن إحنا لازم نتمسك بالمعمودية دي أساس المسيحية، يعني المعمودية المعمودية طبعا غسيل، كانت يعني كانت معمودية لمغفرة الخطايا، لكن والمعمودية كانت موجودة قبل المسيح
في يوحنا المعمدان كان بيعمد، وكان في قبليه جماعات الأسينيين كانوا بيعمدوا، وكان ليها طبعا رموز في العهد القديم. لكن لما جه المسيح، معلش خدي التعبير باللغة العربية، عبأ المعمودية بالروح، خلى المعمودية بقت فيها بالروح، مش مجرد غسيل بالمية، بقت معمودية بالماء والروح. عشان كده مية المعمودية اللي احنا بنتعمد فيها دي فيها الروح القدس. القداس بتاع المعمودية بيبقى فيه صلوات، بيتحط زيت الميرون في المعمودية، والكاهن بينفخ في المعمودية باسم الثالوث في المية، بينفخ في المية عشان تتملى بالروح، تتعبى بالروح، فتصير لها قوة على الولادة الجديدة. وكأن الإنسان بيغتسل في دم المسيح، فيها قوة الخلاص، فيها قوة دم المسيح. شكرا. لسه هنقولها المرة الجاية، هدي لسه احنا واقفين عندها هو. انا ما رضيتش اشرحها علشان خاطر فيها كذا رأي وفيها كلام حلو كتير احنا محتاجين نقعد نفهمه بقى. لا ما هنشرحها، نشرحها الاسبوع الجاي. تفضل يا ميخ. الاصغر في ملكوت السماوات اعظم منه، هنشرحها المرة الجاية بالتفصيل. لسه لغاية دلوقتي قدس ابونا في ناس بيتبعوا يوحنا المعمدان السابقة لديانتهم، يعني يوحنا المعمدان، يعني كان لسه فاضل تلاميذ بالموضوع ده، مش عارف يعني هم ديانتهم تبع يوحنا المعمدان. ايام السيد المسيح نفسه بعد يوحنا المعمدان بسنتين ثلاثة، كان يوحنا المعمدان خلاص استشهد يعني، اتقطع راسه بالسيف، ما كانش في حد تبعه. السابقة اللي في العراق هم النبي بتاعهم هو يوحنا المعمدان، ما اعرفش. لا دي يعني إذا كان في عهد المسيح نفسه ما بقاش في حد تابع يوحنا المعمدان خلاص، ما أعرفش. إذا كان في ناس تانية، الشيطان بيلعب في دماغ الناس، يمشوا في أي اتجاه أو يعملوا ديانات وينظموا نفسهم حاجات عجيبة. تفضل يا ميخ. هو بالنسبة للموضوع ده، في بعد كده في أعمال الرسل لقوا تلاميذ مؤمنين بس عارفين معمودية يوحنا المعمدان، فقالوا لهم طب احنا بنقول لكم اللي يوحنا كان يشير ليه. دول كانوا اتعلموا عن طريق أبولوس السكندري، عن طريق أبولوس، وأبولوس كان يهودي آمن بس ما كانش متعلم كويس، ما كانش استكمل كل حاجة عن المسيح، ولذلك لما اتكلم وكانش الكلام بتاعه يعني كان ناقصه شويه حاجات، بريسكيلا واكيلا خدوه وشرحوا له طريق الرب باكثر تدقيق. بس هو كان علم ناس، فالناس دول كانوا 12، هم كانوا 12 على بعض، كانوا 12 واحد. بولس الرسول لما راح افسس لقاهم، فهم دول كانوا تلاميذ ابولوس، وابولوس اتظبط يعني خلاص بعد شويه، لكن الناس اللي علمهم في الاول ربنا بعت لهم بولس الرسول عمدهم بالروح القدس. انا ليا سؤال هنا بالنسبه لقصه شمعي ابن جيره الاستاذ ذكرتها، انه بعد ما داود تواضع وقال له ربنا قال لسب داود، وبعدين بس بينزل الاولاد، وبعدين بعد ما داود رجع للمملكه تاني جاله شمعي ابن جيره واعتذر له وداود عفى عنه. ايوه. وبعدين بعد ما داود قرب يموت راح جاب ابنه سليمان ووصاه قال له خد لي بالك شمعي ابن جيره سبني، وبعد كده راح سليمان موته. فازاي يعني هو القصه دي بتضايقني جدا، لان هو ازاي يعني بعد ما عفيت عنه وسامحته وتواضعت تيجي في اخر ايامك تروح ايه برضه مش نسيل. دي قصة طبعا يعني فيها كذا رأي، يعني كان الرأي اللي هو قريب من الإقناع يعني هو داود سامحه فعلا، لكن داود كشخص سامحه، لكن كحاكم كقاضي كان لازم يكون في يعني زي حكم على شخص سب الملك،
هو من ناحية الشخصية سامحه، لكن هو كقاضي حس انه الوضع ده لسه معلق، يعني زي ما يكون في واحد متهم بجريمة وحر طليق، فلازم يجي قدام المحكمة، لازم يجي قدام المحكمة. فهو زي كان بيكلم سليمان في الآخر وقال له على الحاجات اللي هي المعلقة اللي فاضلة، وقال له إن دي من القضايا المعلقة فأنت تصرف فيها، دي من القضايا المعلقة وأنت تصرف فيها. سب الملك في ذلك الوقت ده إهانة لربنا، لأن ده الملك بتاع ربنا. وداود سامح، بس داود حس إنه دي حاجة هو يسامح في حقه، لكن في حاجة ممكن يعني هو كقاضي يعني لازم كان ياخد فيها حكم، بس هو ما خدش، هو ما خدش علشان خلاص هو قال له أنا خلاص مسامحك خلاص. لكن قال له سليمان، قال له لو أنت تشوف الرجل ده ممكن يعني يبقى فيه أخطاء تانية، الرجل ده عليه حكم، يعني زي عارف إيه، عارف لما يكون واحد عمل جريمة وأخد حكم مع إيقاف التنفيذ، وبعدين لو غلط غلطة تانية ياخد القديم والجديد، لو غلط غلطة تانية بياخد القديم والجديد. فهي كانت حاجة شبيهة بكده. بالظبط، حق المجتمع غير حق الأهل كمان. يعني هو اللي انت هتلاحظه هو بيكلم سليمان داود زي بيصفي الحاجات المعلقة، فقال له فعلا، قال له الرجل ده يعني زي عنده عليه حكم بس ما أنا وقفت التنفيذ، انت شوف هتعمل ايه. فسليمان برضو عطاله شوية تعليمات هو ما نفذهاش، فجاب عمله القديم والجديد. لكن أنا يهمني الموقف نفسه في وقتها، داود تقبل وعطاله عذر ومرضاش، واعتبر إنه يعني لعل الله ينظر إلي ويرحمني، وده الدرس بتاعنا احنا. أنا لو حد يعني أساء لي ما ردش الشر بالشر، وأقول لعل الله ينظر إلي ويرحمني. البابا كرولوس كان ساعات تجي له جوابات شتيمة، فتلميذه قاعد بيقرا الجوابات، ساعات يقعد مع بعض ساعة مثلا يقعد يقرا له الجوابات، فهو لاحظ في مرة من المرات لما كان يلاقي الجواب اللي مش مظبوط ده، في ناس غلابة تقعد تكتب كلام يعني غلابة في عقلها يعني، فتح الجواب لقى كده راح حطه تحت وفتح اللي بعده، فهو لاحظ البابا كرولوس قال له ايه الجواب اللي انت خبيته ده؟ قال له يا سيدنا ملوش لازمة. قال له ليه ملوش لازمة؟ قال له في كلام فاضي. قال له طب ما تقرا لي كلام فاضي. قال له معلش سيدنا مش كلام ما يلقش، ناس بتقول كلام وحش. قال له معلش يا ابني اقراه، وصمم انه يقراه، قراه له، سكت بعدها، قال له لعل الله ينظر الي ويرحمني، نفس الآية بتاعت داود. والناس دي كانوا يقولوا يسلموا عليه ويديهم لقمة البركة ويديهم ملبس وما ويسألهم على أسرتهم، وما بيبعتوا له يشتموه عادي. في ناس طبيعتها يعني ملخبطة شوية كده، بس هو كأب كان بيحب الكل ويقول الحاجات ديت اهي كويس، بتظبطني، بتظبط لي ذاتي، ما ربنا بيبعت لنا المهانة علشان ايه؟ عايز يحافظ علينا في التواضع، فبتظبطنا يعني. هيتأخرنا أهي، تفضلوا نصلي. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا ربنا الحبيب يسوع، نشكرك من كل قلوبنا على محبتك ورعايتك، نشكرك رب لأنك أنت فتحت لينا الطريق للسماء بصليبك، وأبدت الموت بموتك،
أشكرك يا رب على رعايتك الحلوة لينا وقيادتك لينا يا ربي وإحنا في أرض الغربة. ادينا نعمة يا رب إن إحنا نكون دايما عينينا على السماء متطلعين ليك يا رب، متطلعين دايما لنصيبنا السماوي ولا ننشغل بأمور الأرض. باركنا يا ربي بكل بركة روحية وكمل لنا أيام غربتنا بسلام. بركة أمنا الست العذراء، بركة كروزنا مريم ورؤوس كل مصاف قديسيك، استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.